زمان كنت قاعد على قهوة مع ناس أصحابي، وسمعت صوت القهواجي بيقول لراجل كبير بصوت عالي: خد بقى الشاي اهو يا عم إبراهيم، ما تزعلش، كلنا اهو جنبك، دموعك غالية يا راجل. الراجل رفع راسه ورد عليه بكل حزن وقال له: أنا مبقاش ليا سند يا جماعة، سندي مات، مبقاش عندي حد أتكلم معاه ويتكلم معايا، كنت في أفضل حال والله، ما كنتش وحيد، كان عندي شخص أفضل من أي حد في الدنيا. وفي وسط الكلام وهو متلخبط وبصوت مهزوز واتكلم بعيون مليانة دموع وقال: أغلى صاحب ليا مات، وانحنى ظهري والله لما السند مات. شد انتباهي الكلام جدا، واللي شدني أكتر الألم اللي الراجل بيتكلم بيه. مش عارف ليه قمت من مكاني رغم إني معرفوش، قمت ورحت لحد عنده وقلت له وأنا بحط إيدي على كتفه: روق بقى كده يا حاج، وقول لي أنا أقدر أساعدك إزاي، وبعدين أديك شايف إحنا كلنا جنبك أهو. مسح دموعه وقال لي: كتر خيرك يا ابني، وسكت ما قالش حاجة. لقيتني بقول له: ربنا هيعوضك يا حاج خير، ما تقلقش. رجع بص ليا بعينيه الزعلانة الحزينة وقال لي: العوض عند ربنا يا ابني، اللي مات ده صاحب عمري، تعرف بقالي كام سنة عارفه؟ 32 سنة وإحنا صحاب، وعيت على الدنيا ما عرفتش حد إلا هو، ضحكنا سوا وزعلنا سوا، والله يا ابني ما كنت أعرف إحنا بنضحك على إيه، أهو مبسوطين وخلاص. والمهم إنها لحظة حلوة عدت علينا، عيطنا سوا، كل واحد فينا كان بيحصل له حاجة كأنها حصلت للتاني، نفس الألم ونفس الهم ونفس الحزن. اللي زيه دلوقتي يا ابني مش موجود، ألاقي فين قلبي زيه يطبطب على قلبي؟ ولاقي فين حد يواسيني؟ تعرف يوم ما ابني سافر وسابني زعلت عليه وعلى غربته، لكن قلت خلاص يشوف حياته، هو حر طالما هيكون مبسوط خلاص. لكن هقولك على سر من جوايا، كنت زعلان، زعلان على فرقة ابني، لكن ما كنتش خايف من الوحدة، قلت خلاص هو ده حل الدنيا، المهم إني مش لوحدي. سكت الراجل شوية هو بيحكي وراح قايل: ما حسيتش بالغربة غير دلوقتي لما صاحب عمري مات. فضلت قاعد جنب أسمع له، كنت بسمعه وأنا شارد، بقول يا ده الشعور ده وحش قوي، أسوأ شعور على وش الأرض إنك تحس إنك بقيت لوحدك. المهم انتهى اليوم وروحت بعد ما كملت باقي القعدة أنا وصحابي. فضلنا قاعدين مع الراجل الكبير ده، فضلنا نسمع له ونحاول نضحكه ونهون عليه. الكلام ده مر عليه سنين، لكن عمري ما هنسى اليوم ده ولا الكلام اللي الراجل ده قاله. بفتكر كلامه كتير وبيجي على بالي طول الوقت، ووقتها عرفت قيمة الصاحب والونس. الصاحب حاجة كبيرة ومهمة، الصاحب سند، الصحاب السند حياة تانية يا جماعة، الصاحب السند أهم حاجة في الدنيا. قهرة الراجل وهو بيتكلم على صاحبه بتبين قد إيه إنه كان مهم في حياته. قهرته دي خلتني أسأل على أعز أصحابي، أحاول أسأل عليهم كل فترة، أحاول على قد ما أقدر أقابلهم، بحاول أكون موجود في تفاصيلهم وهم كمان موجودين في تفاصيلي، بحاول لما حد فيهم يمشي أكون شبعت منه، بحاول على قد ما أقدر أسيب ليهم ذكريات، وبتمنى من كل قلبي إن إحنا نعيش حزننا وفرحنا مع بعض، وإن الدنيا ما تفرقناش، وإن إحنا نفضل سند طول العمر. الصحاب رزق كبير يا جماعة، فيا رب تحافظوا على الصاحب الأصيل، الصاحب السند. خلصت القصة وخلصت الحلقة، أشوفكم على خير وإلى اللقاء.